كم يقول السائل: قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ما هو تفسير هذه الآية؟ وهل هناك فئة من البشر مسخوا قردة وخنازير؟ قصة السبت معروفة، أن الله حرم على اليهود الصيد، صيد السمك يوم السبت، فاحتالوا عليه ووضعوا له الشباك وحفر يقع فيها يوم السبت، فيأخذونه يوم الأحد، الاحتيال على ما حرم الله. فلما احتالوا على ما حرم الله مسخهم الله قردة وخنازير، مسخهم الله قردة، كونوا قردة خاسئين، فمسخهم الله من آدميين إلى قردة، ولكن لم يبقى لهم نسل، لأن الممسوخ لا يبقى له نسل، هلكوا، هلكت هذه الفئة التي حولت إلى قردة، هلكت ولم يبقى لها نسل. نعم.